إسرائيل تسحب سفيرها في المغرب بعد الفضيحة. قررت إسرائيل يوم الثلاثاء 6 شتنبر سحب رئيس مكتبها في العاصمة المغربية الرباط بعد تفجر فضيحة الاستغلال وقضية فساد مالي وإداري. وأفادت مصادر محلية إسرائيلية بأن قرار سحب دافيد من المغرب سيستمر لغاية الانتهاء من التحقيقات التي فتحتها الخارجية الإسرائيلية منذ الأسبوع الماضي. التلفزيون الرسمي قال صباح الثلاثاء إن القرار جاء بعد انتشار الأخبار وتسببه في غضب مغربي كبير.